خرجنا اليوم ضمن مدينة إدلب في مظاهرة ضمن جمعة ما زالت إدلب تحترق لنؤكد أننا ما زلنا مستمرون في درب الثورة رغم القصف رغم الدمار رغم الذي يحصل ونعلن تضامننا مع المدن المنكوبة في ريف إدلب الجنوبي وجبال الزاوية وريف حما. نحن في جمعة إدلب ما زالت تحترق، نحن ضد القصف العدواني على مرية النعمان وكفرنبت وجسر الشغور، ونحن الصوت الوحيد اللي بيان لنا هو صوتنا ونصيح ونطالب شعوب العالم كلها توقف معنا وتنقذنا من هالشيء اللي نحن فيه.